السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رمضان راضي من مصر. أنا صحيح نزلت فيديوهات، بس ما فيديوهات صحيح كانت متلخبطة شوية، لكن الفيديوهات هتبقى إن شاء الله فيديوهات ملخصات يومية، ومنها نفيد ونستفيد برضو. مش عارف نبديلكم منين، بس يعني أنا مبدئيا شاب مصري، فلي تجارب يوميا. غالبا الحياة يعني غالبا الوقت بيبقى الواحد مشغول فيه، اي نعم، بس برضو زي ما هو الواحد مشغول بيبقى فيه وقت برضو يعني الواحد فاضي، فبتسلي وقت يعني بيبقى فيه وقت بتسلي نفسك فيه. انا بنحب نشغل نفسي باي حاجة، مثلا يعني ليا تجارب يوميا، يعني نحب نزرع حاجة نبقى متابع معها، شوية زرع برضو بنبقى متابع معهم، يعني يشارك الحاجات دي معكم. لو انتم شايفين ان الواحد مثلا تجاربه بتاعته فاشل فيها، فعادي برضو انا بنطبل اي حاجة. ممكن مثلا تقولوا لي لا ده انت مش هتنفع ما تكملش. مبدئيا كده انا عايز نشارك معكم، انا زارع يعني ايه شوية توم، فالواحد بيسلي وقته فيهم كده، بروح ينقرط فيهم شوية زي ما بيقولوا، بعيش اللحظة فيهم، يسلي وقت يعني بالمعنى الصح. يعني الواحد نفسي يعني الواحد يعني نفسه بنحب نصور كل حاجة من عادتي، فغالبا أنا بنبقى خايف، بنبقى خايف من الانتقادات، خايف من الكلام، خايف من أي حاجة. الواحد بخاف من الكلام، يعني عمي ده انظري، يا عمي ده فاضي، يا عمي ده مش لاقي له شغلانه. فدول مبدئيا كده شويه توم، هنديكم فيديو ملخص سريع عن حياتي، لان انا من طبيعتي ما بنحبش المظاهر، ما بنحبش يعني نزوق اي حاجه ولا نرتب لها ولا نظبطها، لا انا من عادتي كده ما نظهر باي حاجه. الشغل شغال تمام، بلبس الشغل تمام، ما بنظبطش الوقت لنفسي، ما بنرتبش حاجة، يعني نفبرك نفسي ونفبرك نظامي ونفبرك صورتي عشان نظهر ايه بمظهر حلو، لا ده انا هصور لكم كل حاجة بطبيعتها. نعرفكم بس العملة التونسي دي عمر 15 او 20 يوم، كثير. اما الفول بقى برضه من نفس العمر، بس هو يعني لسه صغير في بدايته. هو دية الفولة كده، هيكون ملخص سريع عن الحياة اليومية وعن كل حاجة، يعني اتوضح فيها كل حاجة لي. الله ينور استاذ نادر. أستاذ نادر طبعا هو المتخصص في عزق الفول وتزبيطه عشان ايه يستعد للجمع والطرح. ايه اللي انت بتنقيه ده من تحت الفول؟ يا باشا جلاوين وسيس وعفش وكده. يبقى حلقتنا خلاص خلصت. يا ريت اللي شاف الفيديو او شاهده يتعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، ولو عنده أي تعليقات يسيبها لنا في الكومنتات تحت. وأسعد الله مساءكم، والسلام عليكم ورحمة الله.